طبعا محطتنا التالية مشاهدينا بتكون مع عالم مميز ومليء بالسحر الموسيقى والأنغام، بنعيش في أجواء يتلألأ بها صوت أوتار العود الجميلة للحديث عن العود ومعهد البحرين للموسيقى اللي كان لهم تعاون ومشاركة في حديقة نخول لهذه السنة منذ الافتتاح. انضم لنا السيد سعد جواد مدرس آلة العود في معهد البحرين للموسيقى. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى جمهورنا الكريم. احنا طبعا بداية مشاركتنا كانت في مهرجان نفسه، مهرجان صف البحرين، متمثلة في يوم الافتتاح، وتحديدا هي الفقرة الأولى. هي كانت عبارة عن فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن عزف مادة من تراث البحرين، عزفا فقط قدمناها فقط على آلة العود بشكل ثلاثي، ومن ثم رافقنا في الفقرة الثانية موهبتين من البحرين، طفلتين هما جنة وريحان، وقدمنا فيها من العمل من التراث العربي اللي هو نشيد موطني، اللي هو لحن الأخوين فليفل من لبنان، والكلمات طبعا الشاعر الكبير إبراهيم طوفان. طبعا صباح الخير وسعيدين بتواصلك معنا. يمكن استاذ سعد تكلمت عن المشاركه تقريبا بينكم وبين هيئه البحرين للثقافه والاثار، كلمنا عن نوعيه هذه المشاركه بالتفصيل اكثر، عن مدى الاستفاده ايضا انتم من خبراتكم في تقديم هذه النوعيه في حديقه نخول. هو البدايه يعني احنا هاي مشاركتنا هي مو المشاركه الاولى، يعني خصوصا بالتعاون مع هيئه الثقافه والاثار. خلي أكلمك عن الموضوع، مشاركات الفرقة هي نفسها فرقة فرسان العود. فرقة فرسان العود هي شاركت في مهرجانات محلية ومهرجانات دولية مثل طبعا مملكة البحرين، في المحافل والمهرجانات الموسيقية الخاصة والأشياء الخاصة في الثقافة عموما. هذا الموسم بالنسبة لمهرجان صيف البحرين مشاركتنا كانت مقتصرة على يوم الافتتاح، وكان الأسبوع الأول أيضا هنالك عازف من أعضاء هذه الفرقة قام بتثقيف وتوعية الزوار خيمة نخول من ناحية موسيقية، من ناحية العود تحديدا. جميل. طبعا ذكرت ان انتم شاركتوا في افتتاح حديقه نخول في البدايه، وكان في هناك مزيج بين الموسيقى والغناء، وكان في مشاركه من موهبتين بصوتهم في ذلك اليوم. نبيك تكلمنا عن هاي الموهبتين وشنو اللي قدموه في تلك الوصله الموسيقيه. طبعا في البدايه انه هي البحرين مليئه بالمواهب بصراحه، حسب تجربتي اللي انا اقامتي في البحرين اكتشفت انه البحرين مليئه بالمواهب وتعشق الحياة، فلذلك تخرج هاي المواهب. هذه المواهب، الطفلة جنة مثلا على سبيل المثال هي 5 سنوات، يعني 5 سنوات تغني نشيد موطني شوية يعني في هذا العصر شوية صعب على سنها يعني، ولكن موهبتها القوية. والأجواء اللي في البحرين هي أجواء مليئة بالثقافة، مليئة بالفكر، مليئة هذه الأجواء اللي المفروض نعززها ونسندها لكي نخلق أوطان مليئة بالسلام، مليئة بالمحبة، وهذا اللي دا يصير في البحرين. مشكورين طبعاً في الدرجة الأولى هم المسؤولين على تنظيم هاي المهرجان والمهرجانات الأخرى يعني. جميل جداً. أستاذ سعد، يعني شلون تشوف الأجواء العامة لمهرجان صيف البحرين بالتحديد وأيضاً حديقة نخول؟ هل في أمور يمكن معينة شدت انتباهك، لفتت نظرك؟ والله هي بصراحة أنا حضرت اليوم الأول باعتبار أنه كانت مشاركة، أنه كل يوم أقول لا لازم أروح لازم أروح، بس تأخذني مشاغل الحياة، مشاغل المعهد، مشاغل الأشياء الأخرى، بس صداها شيء جميل. الأجمل أنه هو هذا المهرجان خاص بالطفل ويتكلم عن التراث
تراثنا يجمعنا. يعني الطفل أطفالنا يجب أن يتعرفوا على تراثنا، يجب أن، لأنه بدون هذا التراث أو مع تراثنا ممكن أنه نضمن مستقبل مليء بالمحبة والسلام. طبعا بما انك عضو بمعهد البحرين للموسيقى، انا بتكلم شوي اكثر عن هذا المعهد، شنو اللي قدمه لكم كاعضاء وكموهوبين ايضا؟ هو المعهد يعني ممكن يكون اهم صرح في البحرين من جانب الموسيقى، يعني الموسيقى التعليميه. المعهد تاسس سنه 2000، وانا انضميت للمعهد بال 2002، والمعهد هو يديره الدكتور مبارك نجم، معروف بان عن التعريف، نوجه له تحيه من هذا برنامجكم. المعهد يدرس جميع المستويات ويخاطب تقريبا كل الشرائح العمريه بالنسبه لل، وكل الجنسين طبعا وكل الجنسيات. بالاضافه الى ذلك هو يرعى الموهوبين، يرعاهم بتدريسهم، ومن خلال هو مشروع فلسان العود، ومن ثم كبر المشروع أصبح فلسان النغم. الموهوبين البحرينيين ويدرسوهم على أسس علمية، ممكن نخرجهم من خلال هذا المشروع اللي يمثلوا اسم البلد في المحافظ. جميل جدا أستاذ سعد. يعني احنا قاعد نتكلم عن العود، عن هذه الآلة العريقة العجيبة، يعني فأكيد نبي نسمع شيء من أناملك السحرية على هالأوتار. تسلم. شكرا. العجيبة. شكرا. ومستمتع مثل الوسطة الأولى اللي سمعناها منها. إن شاء الله. تسلم. بعد هالمقطوعة نبي نتكلم عنك شخصيا، مدى حب سعد للعود وللعالم الموسيقي، وإلى يعني شنو تعني لك الموسيقى والعود في حياتك أنت الشخصية؟ يعني ممكن أقول أنه سعد والعود، سعد والموسيقى مثل السمك والمي، هو متنفسي بصراحة. يعني الموسيقى أنا هاي نعمة كبيرة نعمها علينا الله سبحانه وتعالى، أشكره دائما على هذه النعمة، لأن خلال الموسيقى عرفت معنى الإنسانية، عرفت أنا تغيرت، سعد قبل الموسيقى وسعد بعد الموسيقى، شخصيتين مختلفتين تماما يعني. فهذه نعم تكاد تكون يعني كنوز اليوم نمتلكها احنا. جميل جدا أستاذ سعد. يعني ما شاء الله أنت في مجال التدريس من مدة طويلة، حتى من أثناء أيام الدراسة يمكن في السنة الثالثة، وتم تكليفك من قبل مدير المعهد سنة 93 أتوقع، أنت تقوم بتدريس هذه، أنا أعتبرها مادة ما شاء الله عليها يعني بحد ذاته. فوصف لنا شعورك في ذيك الفترة، أن المسؤولية وأنت طالب وأنك تقوم تدرس، أكيد
يعني كان شعور مختلف وجميل. هي مثل ما تفضلت حضرتك هي مسؤولية كبيرة وهي بنفس الوقت مفاجأة أجمل. هو تحديداً المعهد اللي درسنا فيه معهد الدراسات الموسيقية في بغداد هو عدد سنين دراسته هو 6 سنوات. نعم. النظام هناك في بغداد يجب أن تنجز 6 سنوات حتى لو أنت أنجزت منهاج 6 سنوات. نعم. فأنا أوردي أنجزت منهاج 6 سنوات في المرحلة الثالثة، فكان أيامها الأستاذ الكبير عميد المعهد سالم عبد الكريم كان يقول لا هذا خلاص يعني المفروض، بس هو القانون يجب أن أبقى في المعهد. فتشجيع من عنده إلي قال لا أعطوه طلاب وطلاب أكبر منا عمراً، والذكر أعطوني طلاب صف خامس اللي هم أكبر مني ما شاء الله. فكان يوم من أيام هم طموحي، كانوا هم حلمي يعني، فكانت هي مسؤولية كبيرة ولكن سعيد جداً فيها، ولحد الآن أحتفظ في الكتاب تعييني مدرس وأنا طالب. ما شاء الله. أكيد ذكرى جميلة أصلاً. ذكرى جميلة. طبعاً أنت أصبحت قائد لعدة فرق موسيقية، فنبي نعرف سعد كقائد شنو هي أهم الأمور اللي يحب إن هي تكون يعني لازم موجودة، الأمور اللي أنت تلتزم فيها وما يعني ما في تهاون في بعض هاي الأمور. نعم، هي كلمة قائد شوية مخيفة بالنسبة لي، ولكن المسألة هي سعد كقائد ولا سعد كعازف هي اللي رابط المشترك ما بينهم هو الحرص، الحرص على جودة العمل. يعني أكيد ما راح أعاقب اللي راح يكون متهاون، ولكن هي شروط يجب أن نتفق عليها نحن جميعا بأنه علينا أن نتدرب، لأن هذه يجب أن نحترم موسيقانا لكي يحترمنا الآخر، لكي يحترمنا المستمع. يجب أن نحترم المسرح عندما نجلس على المسرح، ليس ككل جلسة يعني، هذه طقوس، هذه ما فيها نقاش يعني، لازم احنا نتواصل فيها يعني، قانون، هذا القانون. نعم، يعني استاذ سعد يعني عزف وخلق مقطوعة جديدة يمكن تحتاج ان الواحد يندمج فيها، تحتاج ان الواحد يدش في اجواء معينة على اساس انه هو يقدر ينتج ويستوحي شيء مختلف عن الاخر. ممكن كلمنا شوي عن الاجواء اللي ممكن ان انت تلهمك شخصيا ان انت تبدع في معزوفة جديدة. في التأليف الجديد. في التأليف. نعم. هي شخص عن شخص تختلف، يختلف الموضوع، ولكن الموسيقى ولكل عازف أو موسيقي إلى نظرة بالناحية الموسيقى نفسها يعني. أنا بالنسبة لي الموسيقى هي علم، بالنسبة لي الموسيقى هي رسائل، يجب أنه أوصل رسائلي من خلال هذه المادة، من خلال هذه اللغة، لأن هي لغة في النهاية يعني. هنالك مشاكل في هذا الموضوع تحديداً اللي تفضلت فيه حضرتك. الموضوع أنه يجب أن أكون حريص في هذا الموضوع، لأن في النهاية هي مسج، هي رسالة أنت يجب أن توصلها، وفي نهاية الموضوع هذه المادة سوف تكون تاريخ بعد. صحيح. فيجب أنه لا نتهاون في طرح الأشياء خصوصا الأشياء الجديدة، لأن هذه مسؤولية كبيرة. صحيح. صحيح. عشان كذي الأعمال الفنانين القدامى كوكب الشرق فيروز حية حق الألقاب، أكيد نفس ما ذكرت هي ما زالت حية، ما زالت في أذهان الناس. إلى أي سنوات إحنا وصلنا؟ إحنا في أي ألفية، ولكن ما زالوا الناس يتكلمون عنها ويشتغلون في لحن واحد لمدة سنة يمكن أمرها 6 شهور. بالضبط. فعشان شيء تخلد بنفس الوقت أنه إحنا نلاحظ الآن يعني، أنا لاحظ شخصيا أنه بعض الفنانين سواء كان ملحن كأغاني ولا ملحن مؤلف موسيقي يذكر ويتفاخر بأنه هذه المؤلفة انولدت في خلال دقائق. صحيح. وسجلت وصورت واشتهرت ايضا. هذه لا، هاي مو صحيح. مو صحيح. طبعا احنا اليوم طماعين شوي زياده. بالعكس. نبي نسمع بعد شيء منك قبل ما ننهي اللقاء معك. اي نعم. Thank you.
بعد هالمقطوعة وأنغام العود طبعاً نشكر السيد سعد جواد مدرس آلة العود بمعهد البحرين للموسيقى على تواجده معنا اليوم ويعطيك العافية. شكراً حضرة. شكراً لك. شكراً. كنا خدامها مسكن مع شكراً. وجودك ومع هالعود الرهيب والجميل. سمعنا مقطوعات جداً جميلة، نشكرك على حضورك معنا. شكراً لكم. شكراً لكم.